السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ونحن ضيوفك وزوار بيتك، وحق على المزور أن يكرم زائره. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارزقنا أخلاق القرآن وأدب القرآن وحب القرآن. اللهم حفظه أولادنا، وعمر به بيوتنا، واشرح به صدورنا، وأصلح بالقرآن أحوالنا، واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم بارك في هذا المسجد وفي أئمته ومشايخه ومسؤوليه ورواده، وصب عليهم خير صفا، وأجر الحق على أيديهم، واجعلنا وإياهم خير سفراء للإسلام في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفتح لليلتنا القبول وتكتب لها القبول يا رب العالمين. اللهم بارك في الحضور جميعا، واجمعنا في جنة الخلد مع نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. اللهم ارض عنا برضاك، واسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله الذين أوتوا الكتاب
ولله